آخر خبر قبل ما استقبل الفنانة الجميلة إلهام شاهين، هذا الفيديو هسيبه لكم نتفرج عليه سوا. محافظ الإسكندرية اللي هو محمد شريف بيبلغ أهالي العقار اللي كان في كرموز، هذا العقار هو عقار مائل، كان مائل بقاله من 2017 بمعدل 20 سنتي، لكن مؤخرا مال بمعدل أكبر. 12 أسرة كانت في الشارع وكانت موجودة في الشارع، ده العقار 140 شارع الأميرية بكرموز حي غرب. النهاردة المحافظ أدي بصوا العقار، العقار يعني مايل بأكتر من نص متر تقريبا، يعني الميل كان 50 سنتي، فالناس نزلت وفضلت واقفة في الشارع بقالها عدد من الأيام. خلونا نشوف ما هو القرار اللي اتخذه السيد الرئيس وكيف كان يبلغهم به محافظ الإسكندرية للسكان. تم رفع الأمر لفخامة الرئيس شخصيا، ومجرد ما سمع الشكوى وحالة التضرر اللي انتوا فيها أمر بالآتي، أمر بالدعم الكامل مادي وعيني ليكم، ده رقم واحد. رقم اتنين، أمر بتعويض الأسر المتضررة المقيمة في الوحدات السكنية اللي موجودة في البرج، بتعويضهم بوحدات في بشاير الخير 3 بعد بحث الحالة الاجتماعية.